أولمبيا السلوفيني وإصابة عاشور بكدمة خفيفة في الكاحل وتدريبات تأهيلية للشيخ في ميران الأهلي في كرواتيا. هنعرف تفاصيل أكتر من خلال متابعة زميلنا مراسل قناة الأهلي وزميلنا العزيز أمير هشام. مساء الخير يا أمير. نور عليك يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. قول لنا بقى من خلال متابعتك للمعسكر يا امير، ايه بدايه وصول الفريق والمراحل او الساعات الاولى من بدايات هذا المعسكر؟ ردود الافعال عند اللاعبين، الجهاز الفني، ارتياحهم لكل الامور اللوجستيه، الامكانات المتاحه للتدريب، الملاعب، الاقامه، كل التفاصيل اللي ممكن مشاهدينا يسمعوها منك دلوقتي. طيب خليني ابتدي مع حضرتك ان امبارح طبعا الفريق وصل لكرواتيا ومطار زغرب بالتحديد، فور وصول الفريق اقل الدعسه او اقل الدعسه اوتوبيس خاص بيهم لمقر الاقامه الخاص بالنادي الاهلي. يمكن الطريق خد حوالي ساعتين او ساعتين ونص لحد ما وصل او وصلت البعثه لمقر الاقامه. خليني اقول لحضرتك ان الامور هنا والاجواء رائعه جدا ومناسبه جدا لاقامه معسكر اعدادي مهم قوي بالنسبه للنادي الاهلي قبل بدايه الموسم والتحديات المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، سواء من ناحيه فندق الاقامه او من ناحيه ملعب التدريب. ملعب اكثر من رائع، بالمناسبه هو الملعب ده اللي كان بيتمرن عليه وكان معسكر فيه منتخب كرواتيا واللي بيشارك في كاس العالم في الفتره دي، له بيأدي مباريات بشكل جيد، وصل دور 8. ملعب جيد جدا، ارضيته جيده جدا، الاجواء المناخيه بشكل عام يعني درجه الحراره الصبح بتتراوح ما بين 23 ل 25 درجه مئويه، وده يمكن شيء مناسب جدا من ناحيه المناخ بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. بالليل ممكن الاجواء تكون بارده شويه، لكن يعني برضه مناخ جيد بالنسبه للاعبين وبالنسبه للمعسكر. هدوء تام في المنطقه اللي متواجد فيها النادي الاهلي، المنطقه بالتحديد هي على حدود سلوفينيا داخل كرواتيا، لكن على حدود سلوفينيا، ومنطقه تعتبر هاديه جدا بتبعد عن اي ازدحام او اي دوشه ممكن تكون من دي الاجواء اللي دايما بتتطلبها فرق كره القدم في معسكراتها الخارجيه وفترات الاعداد. بالظبط كده، وهو مكان المعسكر بشكل عام يا استاذ محمد يعني فرق عالميه كتير جدا بتيجي تعمل معسكر في المنطقه دي عشان الاجواء كلها مناسبه للتركيز والجديه بالنسبه لاي فريق بيعمل معسكر اعدادي مهم قبل بدايه كل موسم. فبالتالي بشكل عام الاجواء جيده بالنسبه للنادي الاهلي، اللاعبين كلهم بيركزوا بشكل كبير جدا، عارفين المسؤوليه ان هم اللي هم مقبلين عليها، خصوصا دوري ابطال افريقيا، واحنا عارفين البدايه المهتزه شويه بالنسبه للفريق في اول مباراتين. النادي الاهلي عنده نقطه واحده، فالتركيز كبير جدا والجديه كبيره جدا من اللاعبين والجهاز الفني بالقياده مستر باتريك كارسيرون والكابتن محمد يوسف، علشان ان شاء الله يقدروا يتداركوا هذا الموقف في مباراتي تاون شيب المقبلين، سواء يوم 17 او يوم 27. مباراتين هيكونوا مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي. الحاله المعنويه بالنسبه للاعبين زي ما قلت لك يعني هم مركزين بشكل كبير ان شاء الله، وعندهم امال كبيره وعندهم جديه كبيره ان هم يتخطوا عقبه تاون شيب ان شاء الله خلال المباراتين. خليني اقول لك بقى البرنامج الخاص بالفريق، يعني النهارده كان اول يوم للتدريبات، الفريق وصل امبارح لكن النهارده كان اول يوم للتدريبات. امبارح الجهاز الفني فضل ان الفريق ما يكونش عنده مراني مسائي عقب الوصول، خصوصا او تجنبا بالتحديد لارهاق السفر، لكن النهارده التدريبات على مرحلتين او على فترتين، فتره صباحيه بتكون في تمام الساعه 10 صباحا، بيبقى قبلها في ميعاد الفطار بالنسبه للاعبين في تمام الساعه 8، بعديها بساعتين على طول بيبقى مران الصباح بالنسبه للنادي الاهلي. خليني اخد مع حضرتك جزئيه، مران الصباح النهارده كان مران بدني شويه، كان في بعض التوالف البدنيه بشكل كبير بالنسبه للاعبين، وايضا كان في بعض تدريبات الكره وتقسيمه ركز فيها بشكل كبير جدا اللاعبين، وايضا مستر باتريس كاترون اللي اوقف التقسيمه اكثر من مره واعطى بعض التعليمات بالنسبه للاعبين من الناحيه التكتيكيه بالتحديد، فكان مران جيد ومهم. بعدين مباشرة الفريق رجع على الفندق الإقامة، كان في ميعاد الغداء في تمام الساعة 1 ظهرا، بعديها طبعا الفريق استأنف التدريب الثاني أو التدريب المسائي كان في تمام الساعة 5، انتهى خلاص منذ يعني حوالي بالتحديد نص ساعة. بالتالي كان أيضا التدريب المسائي جيد جدا وشمل بعض التدريبات البدنية وبعض التدريبات الكرة وأيضا تقسيمها في الآخر، لكن عايز أطمن جمهور النادي الأهلي على الإصابات. يعني يمكن النهارده صباحا حسام عاشور شارك في التدريبات الجماعية بشكل عادي جدا مع نهاية المران، جاله كدمة في الكاحل، كدمة مش قوية قوي، لكن يعني فضل مستر باتريك كارسيرون ان هو ما يشاركش او ما يكملش بقيه المران، يعني هو كان ناقص حاجات بسيطه جدا في حفاظا على اللاعب بس عشان الاصابه ما تزيدش، لكن هو جاهز لتكمله مشواره مع الفريق في المعسكر ان شاء الله.
بالظبط كده، لكن النهارده هو ما كملش او ما شاركش في المباراه المسائي، ده على حسب قرار مستشفى التشكيل. اكيد انتظارا لحاله اللاعب غدا، لو حالته جيده غدا هيشوف بقى ممكن يشارك في المران الصباحي او المسائي ولا لا، ده هيترتب على حاله حسام عاشور. بالنسبه لباسم علي للاسف يعني باسم علي شارك في المران الصبح او عادي شارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا في مران الصباحي، لكن المران المسائي يعني في التدريب كده عودته الالام مره اخرى في الركبه واربطه الركبه، فما قدرش باسم علي ان هو يكمل التدريبات، فبالتالي الاصابه عوده باسم علي للاسف لسه مش عارفين هيقدر يلحق او هيقدر يكمل التدريبات من بكره او من بعده، ده هيبان من خلال دكتور خالد محمود طبيب الفريق. احمد الشيخ بيواصل تدريباته التاهيليه، وخصوصا احنا عارفين احمد الشيخ عنده جزع في الركبه، فالمفروض فتره غيابه هتكون اسبوعين، فلسه احمد الشيخ الامور بالنسبه له يعمل بعض التدريبات التاهيليه مع اخصائي التاهيل دكتور طارق عبد العزيز، لكن فيما عدا ذلك الامور ماشيه. يعني اخيرا يا امير، كمان الكلام ده مهم طبعا، كل المعلومات اللي قلتها لنا دلوقتي من خلال الاتصال ده، هل بدا الفريق واللاعبين يستوعبوا سريعا الجوانب الفنيه، الرؤيه الجديده للمدير الفني باتريس كارترون والكابتن محمد يوسف المدرب العام، هل بدات تجد من متابعتك حاله تناغم سريعه وتواصل مثمر بين الجهاز الفني واللاعبين؟ لان في اكيد طريقه جديده، في رؤيه فنيه جديده، في تغيير في طريقه اللعب مقارنه بالموسم اللي فات، هل شايف ان الفريق دخل في المرحله دي فعلا؟ اكيد طبعا مع مرور الوقت والتدريبات بالنسبه للاعبين مع كابتن محمد يوسف اكيد بيقدروا يستوعبوا بشكل اكبر الفكر التكتيكي بالنسبه لمستر باتريس كارترون والشكل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي الفتره الجايه. لسه النادي الاهلي قدامه شويه على مباراه تاونشيب اعتقد لغايه يوم 17، اعتقد هيكونوا استوعبوا بشكل اكبر الفكر بالنسبه لمستر باتريس كارترون، لكن عايز اقول لك ان كل المؤشرات جيده جدا بالنسبه للفريق يا استاذ محمد، كله ان شاء الله مركز سواء الجهاز الفني او اللاعبين ان هم يقدموا ان شاء الله مباريات جيده بدايه من مباراتي تاونشيب اللي هم مباراتين مصريين جدا في مشوار النادي الاهلي الاخر. بشكرك وان شاء الله هنتابع معاك في حلقاتنا اللي جايه مزيد من التفاصيل عن كل الجوانب الخططيه والبدنيه والفنيه وكل ما يتعلق باقامه الفريق هناك في كرواتيا واستعداداته.